سيره الصفحه. معلش عندي حاجه كده، بما ان احنا اصلنا عوره المراه، في هناك الان يعني حوار دائر كثير جدا، وهو عندنا بطل مصري اسمه بيج رامي. هذا الرجل بياخد بطوله عالميه وبيقلد في محفل دولي كبير، فالناس تقول طيب هو الراجل دلوقتي ده عورته كلها باينه، بطوله ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ ولا ده صح ولا ده غلط ولا في خلاف؟ فانا قلت طيب بما اننا اتكلمنا عن عوره المراه، فليه ما نسالش عن عوره الرجل ونحطها كتالوج او مقياس عندنا؟ طيب قبل ان اجيب عن السؤال، انا ليس لي علاقه بهذا الشخص، انا اتكلم من الجهه الفقهيه. احنا بنتكلم تمام، يعني انا بس يا دكتور بحب دايما اربط الفتوى بالواقع، بس يعني انا لا احب ان اربطها بشخص معين. تمام اكيد اكيد. نعم، احنا عندنا الان عوره الرجل بالنسبه للرجل الاجنبي، تمام. ما هي حدود هذه العوره؟ العلماء فيها قولين، القول الاولاني قول جمهور الفقهاء الحنفيه، المالكيه، الشافعيه، والحنابله في المذهب، قالوا ان عوره الرجل هي ما بين السره الى الركبه. تمام، ما بين السره الى الركبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السره الى الركبه عوره. وهذا الحديث صححه جماعه من العلماء وضعفه اخرون، تمام. فما بين السره والركبه عوره، وقالوا السره في حد ذاتها ليست بعوره، والركبه في حد ذاتها ليست بعوره، لان هذا حد. تمام، وانما ما بينهما فهو عوره. فاذا ظهر الرجل على يعني كاشف عن جسده ومغطي ما بين سرته الى ركبته، فعندئذ ايه؟ ليس بعوره. طيب اللي عندنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل اسمه جرهد فقال له، قد كاشف فخذ يعني، فقال له غطي فخذك فان الفخذ عوره. فهذا من جهه الدلاله دلالته واضحه. تمام، لكن من جهه الثبوت يعني هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، فيه نزاع كبير بين اهل الحديث، هل هو صحيح ام ضعيف؟ فهذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني هو قول ابن حزم رحمه الله وداود بن علي الظاهري والإمام أحمد في رواية، قالوا أن العورة هي القبل والضبر فقط، وأن الفخذ ليس بعورة. يا الله، القبل والضبر فقط هم يعني دول العورة. نعم، يعني الإنسان إذا مثلا لبس أي شيء مغطي قبله وضبره فقط بالنسبة للرجل، تمام، فإن هذه هي العورة فقط. فالعورة عندهم هي السوتين، القبل والضبر. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه وروي عن ابن عمر وغيرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه. نعم، تمام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ركب أعزكم الله حمار، صحيح، وكان كاشف عن فخذيه. قالوا ولو كان الفخذ عورة لغطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهة الصحة فهو في البخاري، فهو صحيح. وأيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إيه عندها، فدخل سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم كشف إيه عن فخذيه أو ساقيه، أيوة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهتش له ولم يباله، أيوة، ثم استأذن عمر فلم يهتش له ولم يباله وظل على هذه الحالة. فلما استأذن عثمان غطى ثيابه وجلس، أيوة، فلما دخل سيدنا عثمان سلم عليه وجلس، فلما انصرفوا سيدة عائشة قالت له يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم لما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك؟ قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاشف أمام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، ولو كان هذا عورة لما كشفه النبي صلى الله عليه وسلم. غطاه عن الجميع. نعم. هذا قول عند الظاهرية وقول داود بن علي الظاهري وابن حزم وغيره من العلماء، وأيضا هو قول رواية عند الإمام أحمد رحمه الله. فهي المسألة بهذا الشكل، يعني الأدلة، بص أقول لحضرتك، أنا ممكن كنت تكلمت مع حضرتك مرة قبل كده، قلت لك إن أوقات هناك بيكون الخلاف سائغ، يعني خلاف سائغ خلاف معتبر، تمام. فإذا كان الخلاف سائغ ومعتبر والأدلة متكافئة، يعني هنا برضو معهم أدلة وهؤلاء معهم أدلة وهؤلاء علماء كبار وهؤلاء علماء كبار، أيوة، فالأمر في ذلك فيه سعة. نعم، تمام، يعني إذا كان بهذه الطريقة فممكن على قول ابن حزم وروي عند الإمام أحمد فلا بأس بهذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا يا دكتور. أنا أروع حاجة قالها الدكتور ياسر دلوقتي في الإجابة على هذا السؤال، إن إحنا لا نعطي فتوى لشخص، فكده بقى عندك كتالوجه لعورة الرجل، الخلاف بين العلماء هتعرف من خلاله بقى أي اسم وأي لعبة، ما الذي يجوز أن يكشف عنه وما الذي لا يجوز في حدود الشرع الذي تحدث عن عورة الرجل.